الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وواصل الحديث معكم في قراءة من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وقفت في اللقاء السابق عند هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري، وقال فيه: باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس: ذو الجلال العظمة البر اللطيف سبحانه وتعالى جل في علاه. هكذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بذكر مقطع من حديث سيأتي، وهو بأن لله 100 اسم إلا واحدة. مراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب وجوب إثبات أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى على ما ورد في كتاب الله وما ورد في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من التوحيد الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، الإمام البخاري يذكر هذا الباب في أي كتاب من صحيحه؟ يذكره في كتاب التوحيد، فهو يريد ويسوق هذا الحديث في أسماء الله تعالى، فهو يريد أن يقول لنا بأن أسماء الله الحسنى وكذلك صفات الله تبارك وتعالى العلا من توحيد الله تبارك وتعالى الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ودعا الأمة إلى الإيمان به، وأوجب عليهم اعتقاده سبحانه وتعالى جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن الكريم أشار إلى هذا. وهذا يعني يجعلنا نقول بأن توحيد الأسماء والصفات وإثبات أسماء الله وصفاته هو لون من ألوان توحيد العبد لربه ومولاه. والأسماء والصفات لها حديث طويل، وربما نأتي على أشياء كثيرة منها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكني لأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هنا في البداية الإشارة إلى أن لله 100 اسم، فأريد أن أؤيد ذلك بأن لا أسماء حسنى، وأن هذا من دين رب العالمين ومن توحيد العبد ربه ومولاه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والقرآن الكريم مليء بذكر أسماء الله الحسنى، كثير جدا من آيات القرآن الكريم تختم ببعض أسماء الله الحسنى، في بعض آيات أتت كده يعني متصلة أو متواصلة بعضها وراء الآخر، وفيها إثبات لأسماء الله الحسنى، كأواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات الكريمة. هذه الآيات الكريمة تدل على وجوب الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. هذه الأسماء تدل على عظمة الله وتدل على جلال الله تبارك وتعالى جل في علاه. وكل اسم من أسماء الله عز وجل يفيد صفة، وأنا سأتوسع في ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وسأبين بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، ليست أسماء جامدة كما ذهبت إلى ذلك بعض الفرق. فبعض الفرق بتذهب إلى أن أسماء الله جامدة وأنها لا تدل على معانٍ، وهذا باطل.
فاسم الله العليم يدل على صفة العلم لله تبارك وتعالى. اسم الله القدير يدل على اتصاف الله عز وجل بصفة القدرة. اسم الله الرحمن يدل على سعة رحمة رب العباد وعلى صفة الرحمة التي يتصف بها الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. وهكذا أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وتدل على أوصاف عالية يتصف بها الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكون أسماء الله حسنى أوجب الله تبارك وتعالى على عباده أن يدعوه بها سبحانه. يعني العبد يدعو الله بأسمائه الإيه؟ الحسنى. فالعبد يدعو ربه في كل مطلوب بما يناسبه. يعني إيه؟ وسأفصل ذلك أيضا. لما تطلب من الله عز وجل الرحمة والمغفرة اسأله باسم الرحمن والغفور سبحانه وتعالى جل في علاه، فتقول اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق. تطلب أن يعفو عنك لأنه كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. وهكذا يعني العبد يسأل ربه سبحانه بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويختم السؤال بما يليق بذكر الأسماء التي تليق بطبيعة السؤال. هنا الإمام البخاري يقول إن لله 100 اسم إلا واحدة، الواحدة هنا بالتأنيث. قال هنا أنث ليه؟ قيل نظرا إلى التسمية أو الكلمة، كما يقول النحاة الكلمة اسم وفعل وحرف. وقال الإمام ابن مالك أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة. وفي بعض الروايات جاء بها يعني بدون تأنيث إلا واحدا، ولم يقل إلا إيه؟ إلا واحدة. الإمام الصحابي الجليل الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يعرف معنى أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ويثني على الله بها، وله كلمات جليلة القدر رفيعة المقام في ذلك. قبل ما يسوق لنا الإمام البخاري رحمه الله الحديث العظيم اللي هو حديث رقم 21 في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ذكر تحت الباب اللي عقده هذا الإمام البخاري كلمات لعبد الله بن عباس قال فيها إيه. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف، يعني بيصف ربه سبحانه وتعالى بذلك. فذو الجلال يعني صاحب العظمة الذي لا تقاس عظمته بشيء من خلقه جل في علاه. وأما البر فهو المحسن غاية الإحسان، محسن غاية الإحسان ومنتهى هو رب العباد. والمحسن يفيد شيء آخر، أن الله يحسن بلا مقابل. يعني بعض العباد تجده يحسن إليك ولكن يحسن بمقابل، وربما يمنحك شيئا على قدر ما تعطيه، وإذا زدته زاد في العطاء. أما رب العباد سبحانه فهو المحسن حقا، يحسن إلى عباده دون أن يرجع أثر من خلقه عليه مقابل هذا الإحسان سبحانه وتعالى جل في علاه. وأما اللطيف فهو العالم بالخفيات ودقائق الأمور سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا وأنت عندنا شيء من العلم ولكن ده علم ظاهري، إنما دقائق العلم، خفايا العلم، لطيف العلم لا يعلمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك قال الزجاج اللطيف المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث يعلمون أو لا يعلمون، يعلم أو بعض العباد يعلم بأن المحسن هو الله، وبعض العباد وللأسف الشديد لا يعلم، في قلبه غشاوة. ولكن نحن نؤمن بعظمة الله عز وجل وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، وهذا وقت الحديث عنها إن شاء الله تعالى من خلال هذا الحديث العظيم الذي ساقه هنا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وحوله كلام كثير سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أثناء الحديث والشرح لهذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو البيان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال
إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ثم قال الإمام البخاري بقى ده الحديث، الإمام البخاري قال أحصيناه يعني حفظناه، يعني رأيه في معنى الإيه؟ الإحصاء. ذكره بعد أن ساق هذا الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، انتبهوا معي إلى هذا الحديث العظيم، لأنه يحمل في طياته علوما كثيرة وفوائد جليلة تعود علي وعليك. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كثيرة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول 199 اسما إلا واحدا، بعد قوله إلا واحدا بعد قوله 99. العلماء قالوا إيه في هذا القول؟ لماذا قال يعني 100 إلا واحدة بعد قوله 99؟ قال جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرر ذلك في نفس السامع، جمعا بين جهتي الإجمال والتفصيل، الإجمال والتفصيل، يعني هو فصل قال 99 وأجمل قال إلا واحدا، أو دفعا للتصحيف الخطي أو اللفظي الذي يمكن أن يقع من بعض الناس. أول كلمة في هذا الحديث وسنعيش معه إن شاء الله تعالى بعضا من الوقت، إن لله 99 اسما. لما تسمع هذه الكلمة قد يتبادر إلى الذهن أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في 99 اسما فحسب. وأنا أقرر وأقول كما ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك، إلى أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة في 99 اسما ولا في العدد المذكور. طيب إيه معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة؟ المراد بذلك الإخبار عما يترتب على إحصاء 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، والجزاء المترتب على من يحصي 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يعني ذلك حصر أسماء الله سبحانه في 99 اسما. أضرب مثال، لو أن أحدا من أهل العلم قال عندي 100 كتاب أعددتها للإعارة، انتبه معي، عندي 100 كتاب أعددتها للإعارة، هل يعني ذلك أنه لا يوجد عند هذا العالم إلا 100 كتاب فحسب؟ لا، ده بيذكر ويقيد، يقول أنا عندي كتب منها 100 كتاب أعددتها للإعارة. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر مثال آخر، قال كأن يكون مثلا قائد المسلمين أو قائد عسكر جيش أهل الإسلام أو حاكم البلاد يقول عندي 100 جندي أعددتهم لحفظ الثغور أو للجهاد في سبيل الله، هل معنى ذلك أنه ما عنده إلا 1000 جندي فقط؟ لا، ما في جنود للحراسة، في جنود في أعمال أخرى وغير ذلك. فمعنى الحديث هو أن لله 99 اسم، من يعني جمعها وأحصاها ترتب على ذلك الأجر المذكور في هذا الحديث. وعليه أقول أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا عد معين، ولا تحد بعدد أبدا بحال من الأحوال. ومعنى الحديث كما ذكرت لله 100 اسم إلا واحد، اللي يحصيها ويقوم بها كما سنذكر معنى الإحصاء في مسائتي يدخل الجنة، ولا يعني ذلك أنه ليس له إلا 99 اسم. طب البعض يقول هذا تفسير أهل العلم، هل عليه دليل؟ نعم، عليه أدلة من السنة النبوية. والمتحدث لمسألة دقيقة جدا خاصة فيما يتعلق بجلال الله عز وجل وأسمائه وصفاته، لابد أن يعتمد على القرآن الكريم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا نأخذ معتقدنا من الكتاب والسنة، وعندما نتكلم لابد أن نستدل على ذلك بأدلة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ما الدليل من السنة على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسما؟ إليكم هذا يعني الحديث وسنده صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
كما أخرجه غيره. وهذا الحديث بيقول فيه الإمام أحمد وسأسوقه بإسناده ليطمئن القلب إلى أن هذا من كلام النبوة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد قال أنبأنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتبهوا معي لذا فيصل في النزاع وغيره، ده من الأدلة أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 أسما. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في هذا الحديث: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ملفت النظر يا إخواني إلى أن احنا أيضا نتعلم ونحفظ هذا الحديث، لأن لا يمر الواحد منا إلا بهم وغم وأشياء وحزن واكتئاب وأشياء كثيرة جدا، بل الأمراض النفسية والعصبية اليوم منتشرة في هذه الأزمنة بسبب الأزمات التي يعاني منها البشر والبعد عن الله تبارك وتعالى والانصياع لذكره جل في علاه. فالأمراض والأوبئة الفتاكة، أمراض القلب والهموم التي تتوارد على القلب من هنا ومن هناك، وما يلحق الإنسان من كرب وهم وغم موجود. فتعلم هذا الحديث، ما في واحد أبدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكله بإرادة الله وقضائه وقدره يصاب بهم أو غم ثم يلجأ إلى الله فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أبتك. معنى اتصال؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا أبو معاذ. الله، وأنت تشرح في صحيح البخاري أعتقد. نعم نعم التوحيد. نعم، أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهل التوحيد وأن يحشرنا في زمرة الموحدين. اللهم آمين اللهم آمين. يا أبا معاذ، يا الله نفعل هذا وربي يعلم لنشر التوحيد بين الناس، وهو يعني أصل الأصول في الدين. نعم، تفضل. أسأل الله التوفيق والسداد. اللهم آمين. لدي أسئلة، بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول: أي وقف أصح أن يقف القارئ عند قوله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، ثم يقرأ: الرحمن لا يملكون منه خطابا؟ أم لا بأس أن يأتي بها متصلة؟ يا أبا معاذ، إن شاء الله هذا السؤال يعني نرجع إلى أهل القراءات فيه إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله. تفضل. السؤال الثاني: مما تعلمناه منكم أن الصدقة عبادة من العبادات. نعم. لكن يشترط في العبادة الإخلاص والاتباع. نعم. فما هي أبواب الصدقة؟ وعلى من يتصدق؟ ولمن تعطى الصدقة؟ حاضر. الثالث: عندنا يجمعون الأموال أو يتفقون على عمل صدقة مرة في نهاية تسريح النخيل، يقولون أن هذه الصدقة من أجل أن يبارك الله في منتوج التمور، ومرة يقولون أن الصدقة ترفع البلاء، فهم يصنعون طعاما فيأتون إلى الشارع فيأكل من هذا الطعام، سواء الذي جمع له أو الذي لم يجمع له. نعم. والذي تصدق به والذي تصدق عليه. نعم. سواء كان غنيا أو فقيرا، فما الحكم؟ حاضر. وما هي أبواب الصدقة؟ يعني كيف يفعل الذي يريد أن يتصدق؟ حاضر. على من يتصدق يعني؟ طيب، حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. جزاك الله خيرا. خير جزاك. وبارك الله فيك. شكر الله لك. الله يحفظك ويرعاك. يجيب في نهاية الحلقة إن شاء الله. أذكر الحديث الآن في من يصاب بهم أو غم أو اكتئاب كما يعبر عنه في العصر الحاضر، يقول لربه ومولاه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم. تأمل معي بقى الدليل: سميت به نفسك
أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخره. الشاهد هنا: أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك. يعني في أسماء رب العباد سبحانه وتعالى سمى بها نفسه وأظهرها لمن شاء من عباده من الملائكة المقربين أو الأنبياء والمرسلين وعلمهم إياها بدليل أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك. فالله عز وجل أنزل في القرآن الكريم كثيرا من أسمائه الحسنى، أو وهذا موطن الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني أن رب العباد سبحانه وتعالى له من الأسماء الحسنى ما استأثر به فلم يعلمه ولم يخبر به أحدا من خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. أعتقد النص النبوي صريح: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا نحن لا نعرف كل أسماء الله الحسنى، ونقول بأن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في هذه التسعة والإيه والتسعين. ومن الأدلة أيضا على عدم حصرها فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: فيفتح علي من محامده ما لا أحسنه الآن. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل جاء من طريق أنس وجاء من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تطلب الشفاعة من حتى يعني أولي العزم من الرسل وكل واحد منهم يتأخر، وفي النهاية تحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها، فيقوم فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن، تعبد لله عز وجل. هذا الذي ندعو إليه، هذا الذي نريده من الأمة، أن تكون عابدة لله تبارك وتعالى. المقام المحمود اللي هو مقام الشفاعة العظيم على أرجح أقوال أهل العلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى في أهل الموقف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعمل فيها إيه؟ تعبد لله عز وجل، يخر ساجدا تحت العرش ويقول إيه؟ فيفتح علي من محامده ما لا أحسنه الآن. ده نص صريح، يعني في محامد، يعني محامد إيه؟ ثناء على الله عز وجل بأسماء الله الحسنى. يقول ما لا أحسنه الآن، يعني لا يعرفه صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في تضرعه لربه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى جل في علاه. وطبعا لا يحصي ثناء على الله، أحسن الثناء على الله ما كان بأسماء الله تعالى الحسنى وصفات الله العلى. وبهذه الأدلة يتبين أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ليست محصورة في العدد المذكور، أعني في التسعة والتسعين، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العدد لما رتب عليه من الحكم، وهو أن من أحصاها دخل الجنة. والحديث لا يدل حصر الأسماء في 99. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. طيب يعني الحديث لا يدل على أن الأسماء محصورة في 99 اسما، والكلام له بقية. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي أقرره الآن في أسماء الله الحسنى هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ليس المقصود منه حصر أسماء الله تبارك وتعالى في 99 اسما، وإنما الحديث يفيد الحكم الذي ذكر في 99، وأن من أحصاها دخل الإيه؟ الجنة. يعني الحديث لا يدل بحال على حصر أسماء الله تعالى في 99 اسما، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. الإمام الحافظ ابن حجر ذكر ذلك في شرحه للحديث، الحافظ النووي رحمه الله ذكر أيضا هذا في شرحه للحديث، يعني قال بأن جمهور العلماء يقولون بأن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99 اسما. وأنا يعني آتي وأقول لكم يعني من أين أتى هذا الخطأ، وهل الأسماء محصورة في 99 المشهورة بين الناس أم لا، سيأتي لذلك ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. بس أنا هنا أقرر بأن احنا لا يمكن أن نفهم من هذا الحديث بأن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في 99
في 99 اسما. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية عالم من أعلام أهل السنة، وهو متبع وليس مبتدع، رماه الناس بما هو بريء منه رحمه الله تبارك وتعالى، ولكنه من أبدع ولكنه من أفضل من تكلم فيما يليق بجلال الله وكماله، معظما لله سبحانه وتعالى جل في علاه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا الحديث ومعناه: والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة. ليس مراده، يعني ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له إلا 99 اسما، فإن في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه: أسألك بكل اسم هو لك الحديث، وقد سبق أن ذكرته الآن. وفي الصحيحين: لا أحصي ثناء عليك، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته، فكان يحصي الثناء عليه لأن صفاته يعبر عنها بأسمائه. كلام جميل جدا، يقول بيبين لنا معنى لا أحصي ثناء عليك، دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان لا يعلم كل أسماء الله الحسنى، ولو كان يعلمها لعلم كل صفات الله تبارك وتعالى العلى. ولذلك جمهور أهل العلم على أن أسماء الله ليست محصورة في 99 اسما. طب أنا أركز على هذا لماذا؟ والله من باب تعظيم الله، من باب تعظيم الله عز وجل، وأن أسماء الله لا تحدد بعدد، وأن الله عز وجل استأثر بأسماء لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بدليل قوله: أو استأثرت به في علم الغيب إيه؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر أن لإحصاء أسماء الله تعالى مراتب، وده المهم بقى اللي احنا عايزين نعرفه، ده بقى العمل المبني على العلم، العمل المبني على العلم. يعني نحن نقرر الآن بأن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والأسماء ليست محصورة. طيب أنا إيه المراد بإن أنا أعرف 99 اسم أو إحصاء 99 اسم عشان أدخل الجنة؟ ما المراد بالإحصاء؟ سبق أن قلت بأن الإمام البخاري رحمه الله قال: حفظناه، يعني من أحصاها يعني من حفظها. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول الإحصاء له ثلاث مراتب: الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، يعني تحصي ألفاظها وتعرف عددها. الثانية فهم معانيها ومدلولها. الثالث، وده من المهم جدا، دعاؤه تعالى بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الإحصاء ده له مراتب، ليس الإحصاء مقصور على أنك تحفظ 99 اسم فحسب، إنما تحفظ هذه الأسماء، تعرفها، تعرف معناها وما تدل عليه، ثم تدعو ربك سبحانه وتعالى بها، تدعو ربك سبحانه وتعالى بها. والدعاء كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء مسألة وطلب، وكلا النوعين ورد بهما القرآن الكريم، وسأفصل بعد ذلك إن شاء الله في تفصيلات تأتي تتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات الله تعالى العلى. ولكن المهم أن أركز من باب العمل المترتب على العلم معنى من أحصاها دخل الجنة. إخواني الكرام، أسماء الله عظيمة، أسماء الله تعالى تدل على معان كاملة ثابتة لله سبحانه وتعالى جل في علاه، ويجب علينا أن تمتلئ قلوبنا إجلالا وعظمة ومحبة لله عز وجل عندما نتعرف على الله من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي دلت عليها هذه الأسماء، وسأشرح تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله. ولكني أركز على أنه علي وعليك إن إحنا يعني نحفظ أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، نحصي 99 اسما
من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الجليلة الكريمة الفاضلة، نحصيها. طيب من أحصاها دخل الجنة. إذن دخول الجنة مترتب على إحصاء 99 اسما من أسماء الله تعالى، وأسماء الله كثيرة، وسيأتي ذكر أنها يعني توقيفية والإنسان لا يشتق لله اسم وما إلى ذلك، ولكن أنا أركز على العمل هنا. إحصاء 99 اسما يترتب على ذلك يا عبد الله أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض. طيب أحصيها يعني إيه؟ أول أمر كما ذكرنا في إحصائها أنك تحصي ألفاظها وعدها، تعرف هذه الأسماء بألفاظها الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية. ثانيا تفهم معانيها وما تدل عليه. فمثلا زي الإمام البخاري رحمه الله ما قال الآن البر، تعرف ما معنى كلمة البر. الخالق، ما معنى كلمة الخالق. المحسن، ما معنى كلمة المحسن. وهكذا في سائر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تفهم معناه. ولابد للعبد، وأنا أنصح إنه يقرأ من كتاب من كتب أئمة السنة أئمة السلف لما شرحوا معاني هذه الألفاظ شرحا صحيحا، لأن بعض الناس والعياذ بالله تعالى يعني ضل الطريق في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفات الله تبارك وتعالى العلى. بس إحنا نتعلم معاني هذه الأسماء وفقه هذه الأسماء من كتب أهل العلم الناصحين السائرين على منهج سلف هذه الأمة الصالحين. مرتبة ثالثة بقى للإحصاء، وهذا مهم جدا يا إخواني، مرتبة ثالثة للإحصاء أن تدعو الله تبارك وتعالى بها، والله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكما ذكرت دعاء الله عز وجل يتنوع إلى نوعين: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة، ولعلي أشرح معنى ذلك فيما سيأتي بعده إن شاء الله تعالى. ولكني أركز هنا على أن يكون هناك عمل، عمل يقوم به العبد، دعاء وطلب وسؤال بأسماء الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بذلك. ولله الأسماء الحسنى قال بعدها إيه؟ فادعوه بها. ولا يجوز للعبد أن يدعو بغير أسماء الله الحسنى أو صفات الرب العلا سبحانه وتعالى جل في علاه. فالدعاء يكون بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى. ولابد نحن نتعلم، ودم ندعو العباد إلى ذلك، أدعو إخواني إلى هذا، نتعلم معنى هذه الأسماء. لأنك إذا تعلمت معناها دعوت الله تبارك وتعالى في كل مقام بما يناسبه، دعوت الله تبارك وتعالى في كل مقام بما يناسبه وبما يقتضيه المقال والحال. فمثلا تطلب الرزق تسأل الله عز وجل باسمه الرزاق، مثلا تطلب النصر على الأعداء فتسأل الله تبارك وتعالى باسمه القوي القادر القدير سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني على العبد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى في كل مقام بما يناسبه وما يلائم حاله. أرجع فأقول من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة. طريق يا عبد الله لي ولك إلى الجنة إن احنا نتعرف على 99 اسما من أسماء الله عز وجل، فنعرفها ونعرف معانيها وندعو ربنا سبحانه وتعالى بها. ولذلك أهل العلم أو بعض أهل العلم قال: يتبين أن إحصاء أسماء الله الحسنى التي وعد الله عز وجل عباده بها أن يدخلوا الجنة يتضمن حفظها وفهمها ودعاء الله تبارك وتعالى بها. كلمة جميلة للإمام أبي عمر الطلمنكي رحمه الله يقول: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته، انتبه معي لأننا نتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع أنا وأنت بحاجة إليه لأن نفعه يعود علي وعليك. من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمنه من الفوائد
أنا أقول هذه الكلمة هنا الآن لتتفتح الأذهان ولتقبل الكلمات التي سأقولها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، لنعرف معانيها وما تدل عليه من الحقائق. وهكذا ذكر: ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. فلابد القصد ليس فقط أنه يحفظ 99 اسم، بل لابد من فهم معانيها ودعاء رب العالمين سبحانه وتعالى بها. إخواني الكرام، أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى كثيرة، وهي عظيمة جليلة، ونحن نقول كما قال القرآن: ولله الأسماء الحسنى. فالقرآن الكريم وصف أسماء الله عز وجل بالحسنى، وهنا ملحظ أود أن ألفت النظر إليه ذكره بعض أهل العلم، ومنهم الإمام ابن الوزير اليماني رحمه الله تبارك وتعالى، قال بأن الحسنى جمع الأحسن وليس جمع الحسن. تأمل معي ثاني سأقولها: الحسنى جمع الأحسن وليس الحسن. ديت عبارة في اللغة، فيه حاجة في اللغة اسمها أفعل التفضيل. إيه هو أفعل التفضيل؟ يعني أفعل التفضيل في اللغة يدل على أن شيئين اشترك في أمر واحد وزاد أحدهما على الآخر فيه، زاد درجة، يعني جميل وأجمل، أو حسن وأحسن، كلاهما حسن وجميل، حسن وأحسن، ولكن الأحسن أعلى من الإيه؟ من الحسن. فهو يريد أن يبين لنا عظمة وحسن أسماء الله عز وجل. والقرآن الكريم وصف الأسماء بأنها حسنى ولم يقل حسن. الحسنى جمع الأحسن وليست جمع الإيه؟ الحسن. فأسماء الله أحسن الأسماء. ولذلك سأقف وقفات في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مع بيان ما يجب أن نتعلمه، والكلام طويل، ولكن سأقتصر على دقائق وحقائق تتعلق بأسماء الله الحسنى. والآن أجيب على ما وصل إلي في هذا اللقاء من أسئلة أبي معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، وأنا أشكره على هذا التواصل. هو كثيرا ما يتصل، يعني اتصالات شخصية على هاتفي، فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا. وهو من أهل العلم وطلبته، وأشهد له بذلك من خلال المحاورات، ولعله في سؤاله عندما يقول: الصدقة عبادة ويشترط فيها الإخلاص واتباع السنة، ثم يسأل: ما هي أبواب الصدقة وعلى من يتصدق الإنسان؟ القرآن الكريم الحمد لله التشريع الرباني ما ترك شيئا إلا دل عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه. في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالقرآن الكريم ذكر أصناف الأصناف الثمانية التي تصرف إليهم الصدقة، وبالتالي الصدقة يتصدق بها على هذه الأصناف. طبعا الصدقات يا إخواني، وهو هذا القول، بس أنا أشير، في زكاة مفروضة وفي صدقات تطوع أو مال يفعله الإنسان تطوعا. الزكاة المفروضة تخرج من جنس المال، عندك مال أخرج مال، زكاة الزرع تخرج منها الزرع، لأن رب العباد سبحانه وتعالى أعلمنا في كتابه يعني بأننا نخرج مع الايه، مع الحصاد، فيخرج من كل نوع ما يخصه، وانا من باب الفائده اذكر ذلك. وابواب الصدقه الحمد لله كثيره، ويتصدق فيها على ما جاء ذكرهم في ايه سوره التوبه. حقيقه السؤال بقى الثالث، وقد سبق ان يعني هاتفني به اخي، وربما دقائق وحقائق الأمور لا نقف عليها بالتفصيل. يقول بأن عندهم بيجمعون الأموال في نهاية تلقيح النخل من أجل البركة، وبعدين بيعملوا إيه؟ المال اللي بيجمعوه ده بيقولوا أنه هو صدقة، بيدفع به البلاء، يعني النخل لما الثمرة تخرج فيجمعون صدقة مالا من باب البركة، ويعني حرصا على النفع الذي يقول أو يأتي من وراء هذا التمر، بيفعلوه من أجل البركة كما قال. ومرة يقولون إن الصدقة تدفع البلاء، صحيح كلامه، صحيح الصدقة يستدفع بها البلاء
بإذن الله تبارك وتعالى. ولكنه ذكر بأنهم يصنعون طعاما ويجتمعون عليه ويأكل منه الغني والفقير. هنا بنقول لإخواننا ننصحهم، شكر الله على النعمة واجب، فإذا أتاك الله بثمرة طيبة وأردت أن طبعا واجب عليك تشكر الله عز وجل، فأخرجت شيئا من هذا صدقة تطوعا حتى غير الزكاة المفروضة لله عز وجل، فهذا حسن، فهذا شيء إيه حسن. ولكن أخشى أن يعني يكون أن هذه المسألة مقصود بها أمور أخرى، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر وأنا لا أعرف ذلك. يعني قد تدخل بقى في أمور أنها كأنها من الشرع أو من الأمور الواجبة التي يفعلها الإنسان، وما يعني ألمس لأن هذه المسألة ربما فيها بعض يعني الأخطاء، إنها أنه يقول بأنها صدقة وقد تكون من زكاة هذا الزرع التمر اللي خارج، ثم بعد ذلك يعني يطعم منها الغني والفقير، وأخشى أن تدخلها المباهاة عندئذ. فأنا أرى والله أعلم إن هذه الصدقة يعني تكون في السر ويتصدق بها على أصحاب المستحقين لها الواردين في سورة التوبة مع الإخلاص واتباع الهدي النبوي في ذلك. يعني ما سمعنا ناس جمع الناس على طعام صدقة ومن ذلك، أنت أردت تشكر الله عز وجل فافعل ذلك كما تحب وكما تشاء من حر مالك، لا يكون من أموال الزكاة، ولكن إن شكر الله عز وجل تصنع طعاما للناس مرة أو ما إلى ذلك، بس ما يكونش بقى عادة مستمرة كأنها سنة أو كأنه شرع ودين. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة.